تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي السموم تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي السموم العطر رد يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم ضيعوني ولا أنا تهت الطريق ودروني لا صديق ولا رفيق ضيعوني ودروني لا صديق ولا رفيق ودروني لا صديق ولا رفيق يا براتنا يا روح العطر رد يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر مع الشجون في دروب الليل وحدي والسكون الشقيق بدنيتي دمع الشجون كل شي يسأل يسأل من أكون أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا برا يا روح العطر رد يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور الفجر أحمد اختصر الموضوع وقول اللي عندك ما أعرف إيش أقول لك لكن لكن عيسى صعب أن الواحد يا أخي صار لك الحين 4 مرات قايلينها هذه الكلمة صعب أن الواحد يفقد أحد أولاده وبعدين لو أن الطفل مفقود ميت لا قدر الله كنا احتسبناه عند الله لكن وضع مثل حال بنتي زينب تايهة مفقودة لا أعرف هي حية ولا هي ميتة هذا الشيء اللي معذبني ويعذبني أكثر وأكثر دائما أحس أننا متمسكين بالأمل بس الأمل اليوم ينقطع وأحياناً وحد الله يا أحمد وحد الله لا تفقد الأمل في زينب وإن شاء الله راح نحصلها متى بس يا عيسى متى وقت ما ربك يريد أكيد تريد تقول شيء ثاني بعد بصراحة أسمعك بصراحة إيش أنا محتاج 200,000 ريال كم؟ 200,000 ريال؟
ومن وين اجيب لك كل هذا المبلغ؟ انت تعرف من وين تجيب لي هذا المبلغ؟ ولا تظن يا عيسى اني جالس اطلب منك احسان ولا صدقه، لا. انا صاحب حق واطالبك بحق. والله ما اعرف انك في يوم من الايام سلفني هذا المبلغ واليوم جاي تسترده مني. انا اريد المبلغ من الميراث اللي تعرفه زين. قصدك اللي انا وانت نعرفه زين؟ احسبها مثل ما تحسبها. خلال هاليومين اريد المبلغ يكون عندي هنا، فاهم؟ لا ما فاهم. اجلس ما فاهمك. ايش في؟ كنت افتكر نبيلة كانت عندك بالمكتب. أمجد حبيبي روح لعب مع أخوك فهد. شيل جاكيتك عن البرد. عيسى إيش قال لك؟ إيش اللي سمعت أنت؟ أنا ما سمعت شيء. زين إيش موقفنك عند باب مكتب عيسى؟ أنا كنت جاي أشوفك. ليش بعد يعني؟ علشان بنتنا. ولا جلوسك مع عيسى نساك موضوع بنتنا؟ جلوسي مع عيسى عشان بنتنا زينب. علشان بنتنا ولا علشان شيء ثاني؟ يعني انت سمعتي كل شيء. وانت ليش خايف اني انا اكون سمعت شيء اذا كان كل اللي قاعد تسويه علشان بنتنا؟ احمد انت مخبي عني شيء؟ ايش بكون يعني مخبي؟ بعدين ما خبرتيني ايش جايب منك عند مكتب عيسى؟ هذه ثاني مرة تسألني هالسؤال، قول اللي عندك وخلصني. معقولة؟ اللي جالسة أكلمها هذه نبيلة؟ أول مرة أسمع منك كلمة مثل هذه. ولا أول مرة أعرف إنه أحمد يخبي عني أشياء كثيرة، ولحد الحين ما أعرف إيش مخبي عني. طمن، أنا ما سمع الشيء دار بينك وبين عيسى. وأنت تطمن، أنا عمري ما خبيت عنك شيء. صحيح عمرك ما خبيت عني اي شيء، والدليل هذه المكالمات اللي ما توقفت من يوم ما جينا هنا. الحين وحدة معجبة فيني، أنا إيش ذنبي؟ خليها الحين، أكيد بعدين بتهدأ. Thank you.
شيء غير يسوح منك يا أحمد، ابتداء من زينب وانتهاء الله يستر من اللي جاي. الحقني يا شيخان على مخازن الشركة، أريد أشوف الشحنة اللي وصلت. يلا مع السلامة. عيسى خير يا نبيلة؟ أحمد وين؟ أحمد راح يدور على زينب. طيب أنت ليش ما رحت معه؟ راح من غير ما يخبرني. خير إن شاء الله، أنا بعد ما أخلص شغلي بروح أدور على زينب معه. لا يا عيسى أنا بروح معك الحين، خذني معك. أنت وين؟ وين تريد تروحي مع زوجي يا نبيلة؟ ردي، ليش ساكتة؟ ردي يا زوجة أخوي المحترمة، ما كفاية أني مخدوعة فيك كل هذا السنين؟ ردي علي. أنت أول قولي لي وين خضيتي بنتي؟ وين خبيتيها؟ تعرفي ليش ضاعت بنتك زينب؟ لأنك ما تستاهلي تكوني أم لزينب. ويا خسارة، يا خسارة أني اعتبرتك أخت وصديقة وعزيزة وغالية علي. ويا خسارة أنك زوجة أخوي أحمد يا المحترمة. زوجك خضيه وشبعي فيه، أنا أريد بنتي، رجعيني بنتي. مثل ما هي زينب بنتك تكون بنت أخوي، وأخوي أحمد أخوي من لحمي ودمي، بنتك زينب تكون بنتي. يعني تعترفي انك اختطبتي البنت؟ ها تعترفي؟ فوقي من اللي انت فيه يا نبيلة. اول مرة اشوف حد يكذب كذبة ويصدقها. ولا تريد تبري نفسك من عدم اهتمامك في بنتك؟ صدقيني يا نبيلة، لا اخوي احمد بيسامحك ولا بنتك زينب بتسامحك. زينب كانت عندك وانت اللي طلبت ان زينب تكون عندك. نبيلة أنا ما أحب أعيد كلامي أكثر من مرة، وخلينا نفتح صفحة جديدة وندور على زينب مع بعض. أرجوش يا نبيلة خلينا نتجاوز كل خلافاتنا ونفتح صفحة جديدة يا نبيلة وندور على زينب مع بعض. أحب أقول لك أنا عمري ما حبيتك يا حنان، وقلت لك سبب زيارتي لبيتك، ما أحب أعيد كلامي مرة ثانية. أكيد النار هناك الحين مشتعلة بين نبيلة وحنان. سبحان الله، إيش اللي غير هذيل الثنتين؟ معقولة غياب زينب سوى كل هذا وفي فترة قصيرة جدا جدا؟ هذا الشيء اللي صار مستحيل نتيجة يوم واحد ولا موقف واحد، أكيد في أشياء دفينة في النفوس، وغياب زينب فجر هذه الأشياء. مثل ما أحمد جاي يفجر مشاكله عندي أنا. لكن من أنا لك بالمرصاد يا نسيب العزيز. زينب!
خلال الخارطة والصور الجوية تبين لنا أن قطعنا مسافات طويلة في الوادي، وأعتقد أنها أكثر من المسافات اللي قطعتها الطفلة، ومع ذلك لا يوجد أثر للطفلة. سيدي، الطفلة المفقودة زينب صغيرة جدا، ومن السهل عليها أنها تختبئ في أي مكان، والظاهر أنها اختبأت في مكان من الصعب أن نوصل له. هذا الاحتمال الأول. وإيش هو الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني عندي سيدي. تفضلي. إن الطفلة غيرت مسارها عن المكان اللي نبحث فيه. حتى لو غيرت مسارها، الطائرة العمودية بتكشفها وبسهولة بتتعرف عليها. إيش اللي تفكر فيه يا رقيب سالم؟ خوفي بدأ يزداد على الطفلة، لأنه بيننا وبين الظلام 5 ساعات من الحين تقريبا. لو ما حصلنا الطفلة خلال 5 ساعات هذه، بتكون المهمة اللي لي أصعب في أن نحصلها. عشان كذي أنا جمعتكم في مكتبي. يمكن يكون في مكان ما في إرسال في الجبل أو في الوادي. أقول لك جالسة أتصل فيه بس هو ما يرد علي، أخاف يكون صاير شيء لزينب وما يرد يخبرني. طيب يمكن يكون هاتفه مخلنا داخل السيارة وهو نازل عنه. لا تقدم الشر على الخير. ما أعرف يا عيسى، ما أعرف. اتفعلي خير يا نبيلة، زينب إن شاء الله تكون بخير إن شاء الله. انت وش دراك انها بخير؟ يمكن تكون. عيسى، ليكون انت الرجال اللي تقصده امل. كيف؟ معنى هذا انك تتهميني يا استاذة نبيلة؟ كيف ما ازعل؟ كيف؟ سبق وانك اتهمت زوجتي والحين تتهميني انا؟ لا لا، هذا الموضوع ما ينسكت عليه. أنا ضروري إني أبلغ زوجك. استغفر الله. بس خلاص خلاص، أوعدك إني ما أبلغه. وعدتك أنا يا نبيلة، خلاص. مع السلامة. وين أمل؟ أمل! أمل! إيش في يا نبيلة؟ أمل! قولي لي وين بنتي أمل؟ وينها؟ أنت تعرف الرجال اللي اختطفها؟ قولي! لا يا نبيلة، ما أعرف. أنت تعرفي؟ أنت بروحك قلتي لي ليش ما يكون اللي اختطفها رجال ما حرمة؟ قولي لي من الرجال اللي اختطفها، قولي! قلت لك ما اعرف، ما اعرف. امل، اذا ما قلتي لي من يكون فانت شريكه معاه. حرام عليك يا امل، حرام عليكم تخلوني اتعذب كذاك وانا ما اعرف اي شيء عن بنتي. نبيله، ما يصير نتهم اي حد بدون دليل، بعدين نطيح في مشاكل. يعني انت شاكه في حد يا امل؟ أرجوك يا أمل، أرجوك قولي لي شاكة بمن؟ ما حد، ما حد، أنا ما شاكة في حد. أرجوك يا أمل، أرجوك يا أمل، الله يخليكي حسي فيني، قولي لي من الرجال اللي اختطف بنتي، الله يخليك، قولي. عيسى.
من قلتي؟ عيسى. ليش؟ حاضر استاذ عيسى، انا رايحة عند الحين. تفضل. الأستاذ عيسى طالب ملف شحنة السيراميك ويريدك نفس الوقت. في أكثر من طريقة علشان تخبريني بهذا الشيء. ليش أنت ما تحب أني أجي أقول لك وجها لوجه؟ وجها لوجه هذه ما أعرف لوين بتوصلنا. افتح قلبك للنور وأنت راح تعرف لوين توصل، لأنك إذا ضليت مكانك ما قايم توصل لمكان. أوه، أسمع حكم اليوم يا سارة. من وين كل هذا الكلام؟ فكر وأنت تعرف. أخاف ما تجي تشوف الأستاذ عيسى وبعدين تقول إني أنا اللي نسيتك. عن إذنك. تفضل يا شيخ. ايش هذا؟ لا تتذاكي علي انا، هذا راتبك. استاذ عيسى انا راتبي متعود اخذه من الحسابات، ما من عندك بشكل مباشر. الحسابات ما فيها فلوس، يعني الخزينه فاضيه. اذا حاب تاخذ راتبك تاخذه من عندي. بحياتي انا ما مديت يدي على شيء ما من حقي. يعني ايش؟ يعني لو تكرمت يا استاذ عيسى تعطيني راتبي في يدي، لاني ما راح اخذه من فوق الطاوله. هذا اللي مخرب عليك طول عمرك يا شيخان، عزه النفس الكذاب اللي فيك. خذ، لا تنسى تعمل لنفسك ايصال باستلام راتبك هذا الشهر. ايش هذا؟ راتبك والمكافاه اللي وعدتني بيها. وهذه مشكلتك الثانية يا شيخان، انك تصدق كل شيء وبسهولة. لا تنسى تجيب لي الإيصال علشان اعتمده. شيخان؟ ايوه استاذ عيسى. حاضر جاي الحين. الحسابات فيها أزمة شوية، ويا ليت إنك ما تخبري أحد إنك استلمت راتبك مني. مشكور يا أستاذ. سارة، شيخان ما قايمة بيدك بشيء. فكري بكلامي هذا زين. تفضلي.
أيوة. قبل كل شيء أنا أعتذر على الإزعاج يا أخت أمل. عفواً، من معي؟ أنا شيخان، حبيت أجيب لك سيارتي علشان تستخدميها لحد ما تجهز سيارتك من الوكالة. شيخان، أنت من وين جبت رقمي؟ عفواً أخت أمل، موضوع الرقم ما مهم الحين، المهم أنت متى تجيب لك سيارتي؟ بجاوب على سؤالك، بس تجاوبني على سؤالي قبل. أنت من وين جايب الرقم؟ عيسى عطاك الرقم، صح؟ الأستاذ عيسى؟ لا لا، الأستاذ عيسى ما عطاني رقمك. إنزين، من وين جبت رقمي؟ من بعض الأوراق الخاصة بالشركة. أي أوراق؟ عفواً أخت أمل، هذه أمور متعلقة بالعمل، يعني أسرار وأنا ما أقدر أخبرك إياها. أنت متى حابة أجيب لك السيارة؟ إذا ما عندك مانع الحين لو سمحت. حاضر يا أخت أمل، حاضر حاضر، إن شاء الله مسافة الطريق وأكون عندك. أول ما أوصل أنا راح أتصل فيكي. طيب، أنا في انتظارك. مع السلامة. إيش يسوي رقمي في مكتب عيسى؟ وليش كان العم ناصر مع عيسى في سيارته في ذاك الوقت اللي شفتهم فيه؟ يا ترى إيش اللي جالسين تخططوا له يا عيسى، أنت وخالك ناصر؟ يمكن يكون إن لا لا لا، أنا ما لازم أتسرع في هذا الموضوع أبدا، بس ما أخليه يغيب عن بالي بعد. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي السموم. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي السموم. العطر ردي يا زينب، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، ودروني لا صديق ولا رفيق. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، ودروني لا صديق ولا رفيق. ودروني لا صديق ولا رفيق. يا براتنا يا روح العطر، ردي يا زينب، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. السكون الشقيق
دمع الشجون كل شي يسأل يسأل من أكون أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا براتنا يا روح العطر رد يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور